مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. ترى هل هناك خطورة على السكران بالألكهول من الحريق؟ هذا ما سنشاهد. منها في ايديك شايفها يوماتي غلاوتي عليك في قصة حياتي ضامنها في ايديك شايفها يوماتي غلاوتي عليك حسسها بأماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك حسسها بأماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك الحلوة اللي فيك أتوجه بالشكر لكل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا بكل الطرق بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين لما نستلم أي خطاب منكم أو أي إيميل أو أي تعليق أو قصة من بكل الطرق سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت أو على اليوتيوب أو الفيسبوك أو بكل الطرق بنكون سعداء أنه نتلقى منكم. اكتب لي قصة أعجبتك أو قصة حياتك لتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة من القصص المؤثرة الحقيقية بعنوان مستقبلي مع صديقات الفتيات. القصة الحقيقية مأخوذة من كتاب طعام وتعزية عن يوم 16 يناير سنة 2013. القصة بتحكي على اثنين من الأصدقاء في سن الثانوي الهاي سكول آخر سنة، جوني ويلسون وصديقه جيمس ميلتون. جوني ويلسون شاب بالتعبير المصري للشبابي روش، شاب بتاع يحب يضحك ولبس ومنظرة وكول يعني. وبرضو صديقه جيمس ميلتون شاب حلو بس مسيح حقيقي. أما جوني ويلسون كان يعرف عن المسيح من خلال باباه ومامته لكن لم يختبر خلاص المسيح. أربع مرات في الأسبوع تقريبا كان صديقه جيمس يحكي لي. جيمس ميلتون دايما بيحكي لصديقه جوني ويلسون لازم تقبل المسيح، لازم تتوب عن خطاياك، لازم تبدأ حياة جديدة. وكل مرة كان بياخدها بالهزار جوني ويلسون ويقول له إن شاء الله ده لازم ومعقولة، أنا عارف إن الجحيم وحشة، أنا مش ممكن أهلك، بس إيه رأيك في البنت فلانة؟ دايما كان يقول له كده. عنده كم من الصديقات الفتيات وكان بيقول له أنا صعب جدا لما أكبر شوية وخلاص أبقى يعني دلوقتي أنا عايز أستمتع مع البنات يعني مش قادر. فقال له طب ما أنت اقبل المسيح وتوب عن خطاياك وربنا هيديك كمان أنك أنت ترتبط ببنت جميلة وحلوة وتعيش أحلى أيام. قال له لا، الجواز ده بيئة الحب، أنا سيب نعيش أيامي كده. قال له طب ماشي بس انت ضامن عمرك؟ قال له ان شاء الله يعني العمر اي في ناس بتموت في الشباب بس مش ممكن. وهكذا على الاقل كما حكى جيمس ميلتون انه على الاقل اربع مرات كل اسبوع كان بيناقشه لغايه ما قال له ارجوك ما تكلمنيش عن هذا الامر. انتهت السنه اللي هي بنسميها التوجيهيه في بلادنا العربيه او الهاي سكول، ودخل جيمس ميلتون الجيش فافترق عن زميله جوني ويلسون. وهو في الجيش اتصل بأخته باربرا فليها بتبكي ليه باربرا؟ قالت له فاكر صديقك جوني ويلسون زميلك؟ قال له ايه؟ قالت له البقيه في حياتك. ازاي مات؟ ده انا كنت كل مره اكلمه يقول لي العمر طويل. فقالت له راح بيت الاول سكر جامد وهو سكران. آخر مرة شافوه دخل بيت جدته، ولما دخل بيت جدته للأسف الشديد انتهت حياته لما البيت احترق. قالت له كده ذهب إلى نادي وسكر بالخمور والبيرة ولا نعرف بعد ذلك إلا أنه قصد بيت جدته حيث شب حريق هائل واحترق هو بداخله. ولما كانت باربرا بتبكي قالت له تفحمت جثته
ولم يتبقى منه إلا ملء حقيبة من البلاستيك من الرماد بتاع الجثة بتاعته. وللأسف لم يستمتع لا بصديقاته وزميلاته الفتيات، وأيضا ولا بأرضيته على الأرض، حياته الأرضية وبالتأكيد حياته الأبدية. سأستكمل معك قصة صديقاتي الفتيات بعد ما نستمتع بترنيمه ولا أروع مع المرنم اللبناني الجميل الحلو نزار فارس والعزف الجميل بيتر أنيس. ابقى معي لما بعد. هل أطرق بابك بعد ضياع الكل، أو يصلح أن أقترب إليك بذلي؟ ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي، قد كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي، وتركتك لكني أعود فترحمني، ولا بيدي إلا الوعد ليسترني، والقلب بأحشائه يناديك أجبرني. أشتاق لحضن الهاب وعطفه يقبلني، جملني فقم حياق الذاب حتى الأحشاء، وسواد الليل تسرب فيه انتشر الداء. أشتاق لخالق من عدم يدع الأشياء فيغير قلبي ويلبسني حلالا بيضاء. جملني فقم حياق الذاب حتى الأحشاء، وسواد الليل تسرب فيه انتشر الداء. أشتاق لخالق من عدم يدع الأشياء فيغير قلبي ويلبسني حلالا بيضاء، حلالا بيضاء. أطرق بابك بعد ضياع الكل، أو يصلح أن أقترب إليك بذلي؟ ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي، قد كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي، تركتك لكني أعود فترحمني، ولا بيدي إلا الوعد يسترني، والقلب بأحشائه يناديك أجبرني. أشتاق لحضن الآب وعطفه يقبلني، يقبلني. يقبلني، ايه الروعة، ايه الجمال ده فعلا. في جو نفسي تكونوا معانا في الاستديو، واحنا بنشعر بجد باجواء روحية جميلة. واصلي من كل قلبي ان كل مشاهد وانا اولكم نقرع هذا الباب الجميل، باب طلب الرحمة من الرب، ونقول له يا رب احنا راجعين ليك. في قصتنا النهاردة اللي بعنوان مستقبلي مع صديقاتي الفتيات، اللي بتحكي عن قصة حقيقية عن اتنين من الأصدقاء، جوني ويلسون وجيمس ميلتون، وإزاي ميلتون الشاب المؤمن كان بيكلم صديقه
على الأقل 4 مرات في الأسبوع، وكان بيستهتر جوني ويلسون. ولما عمل مكالمة بعد نهاية الثانوية العامة، دخل الجيش ميلتون اتصل من الجيش في معسكره في فورت تريلي في كنساس الأمريكية، وردت عليه أخته قالت له فاكر جوني؟ قال لها أيوه. قالت له تفحم، راح نادي سكر، دخل بيت جدته اتحرق، وكان يبكي بشدة جيمس ميلتون على صديقه. والغريب انه بيقول له كان دي النقطة بتاعته، انا لسه العمر طويل قدامي، انا ما اقدرش اتوب واعيش لربنا علشان البنات حبايبي الحلوين، ما اقدرش اسيبهم دلوقتي. ويا اخي انا لاحظت، يعني لم اسجل ولا قصة في الكتاب في برنامج حياتك في قصة شخصية عن مواقف حصلت معايا، لكن يعني لاني خليتها شيء شخصي، لكن اشهد قدام كل المشاهدين والمشاهدات اني حصل معايا عشرات المرات كنت اتحدث لشاب نظير هذا الشاب جوني، وكان بيقول لي لسه العمر طويل، وللاسف الشديد انتهت حياتهم غالبا في نفس الوقت اللي كنا بنتكلم فيه او تاني يوم. انا لم اسجل ولا قصة من هذه القصص، وما اعرفش هنسجلها ولا لا، لانها شخصية وبخاف اني اذكر اماكن، لكن خلينا في قصة امريكية اهو علشان يبقى الكلام بعيد، لكن الكلام حقيقي. كثيرا جدا ما كنا نتحدث مع شباب، وقالوا انا عارف في ناس بتزعل مني انا بقول كده، بس انا بقول لك حقايق. والشاب يقول لي بعد عمران طويل، يعني لما اكبر في السن، وتاني يوم او تالت يوم يبقى جثته موجودة في نفس المنبر اللي بنوعظ عليه، واكون انا واحد من المصلين. طبعا لا اتمنى هذا، بس هذا حقيقة. علشان كده عايز اشاركك في 3 نقاط اساسية في هذه القصة اللي تبدو حزينة، لكن اتمناها انها تكون سعيدة لكل واحد. عايز اتكلم كلمة عن مبدأ عيسو والتكرار، وعايز اتكلم كلمة عن التأجيل ولعبة الاستهتار، وعايز اتكلم كلمة ثالثة عن سكران يحترق بالنار، وبسرعة جديدة علشان وقت البرنامج. عيسو، فكرة عيسو فكرة الوجوديين على مر العصور. ايه الوجوديين؟ عيشني النهاردة وموتني بكرة، حتى يعني يوم الله يعين الله، عصفور في اليد، بنات الحبايب اصحابي البنات الحلوين والعيشة معاهم افضل من التوبة والعيشة مع ربنا، انا مش ضامن في سماء ولا في نار، خليني في الارض. هكذا قال عيسو. قال ايه عيسو؟ قال انه طبق عدس في الايد افضل مليون مرة من بكورية في الغيب. وخسر البكورية وخسر البركة، ولما طلب البركة بدموع لم يجد للتوبة مكانا، مع انه طلب البركة بدموع. عايز بركة؟ ما عندكش يا بابا الا بركة واحدة. قال له خلاص، انت فكرت في طبق العدس، ويا مناس بطبق العدس وبالشهوات وبالنجاسات وبشوية فلوس، كلام فاضي، حاجة يعني تحس انسان يبدو عظيم قدامك، ولما تحسه بيفكر زي طفل، هو عارف ان في موت وعارف ان في ابدية، بس هو بتاع النهاردة زي ما مكتوب عنهم في الكتاب، يحسبون تنعم يوم لذة، يعني انا بتاع النهاردة، انا استمتع النهاردة وبكرة زي ما يكون. هذا مبدأ عيسو المكرر. هذا المبدأ ناس كتير اشتغلت عليه، مثلا مرات لوط باعت ابديتها بنظرة الوراء بالعام بشوية فلوس، حاول ينعن شعب الله بنفس هذا المبدأ بتاع عيسو. عخان ابن كرمي قال لسان ذهب وبدلتين، يعني حتى حاجة. نابال رفض يدي هدية بسيطة شوية فلوس خسر بيها الابدي. امنون حب يمارس الخطية مع اخته وخسر واتقتل طبعا زي ما احنا عارفين. جحزي باعه بوزنتين من الفضة وبرضه حلتي الذياب. وهكذا الشاب الغني اللي مضى حزينة لانه كان ذو اموال كثيرة. ناس كتير الكتاب مليان، هي نفس القصة. ويمكن تكوني انت يشهد الرب النهاردة صباحا استلمت ايميل كالاتي. واحدة بتقول لي انا حضرت الوعظة، كانت اول امبارح الوعظة،
انا حضرت الوعظه وسمعت شهاده واحده كانت على المنبر في الكنيسه بتحكي ازاي الرب يسوع اتقابل معاها، وقالت لي انا عايشه في الخطيه زي فلانه واكتر، بس هي تابت وانا ما تبتش. تقدر تقول لي ليه؟ بعت لها كده ببساطه، لانك مش عايزه تتوبي علشان مش عايزه تضحي بحاجه في ايديك. نفس فكره فتياتي، شويه فلوس. يعني واحد يقول لك اصل انا لو تبت مش هقدر اكذب ومش هقدر مش عارف اعمل ايه. طب عيش بالصدق يا اخي. اخسر فلوس، طب تخسر فلوس ولا تخسر الابديه؟ ارجو الا تعيش وتكرر مبدا عيش سوى التكرار. ثم النقطه الثانيه الشهيره، التاجيل ولعبه الاستهتار. عارف الرب ليه قال على الراجل الغني انه غبي؟ يمكن فيه 20 حاجة، لكن ايه اكتر غباء فيه؟ لما قال اقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. قال له انت غبي، هذه الليلة تأخذ تطلب نفسك منك، وهذه التي اعددتها لمن تكون. تشبع حياتنا انها اشبار في مزمور 39:5، أقل وحدة قياس يقول كده، جعلت أيامي أشبار. تشبع حياتنا أنها بخار وليس دخان. دخان بيقعد فترة طويلة، لما تجيب حاجة مثلا في الغلاية ولا في حلة تسخني مية بخار كده، ما هي حياتكم أنها بخار يظهر قليلا ثم يطمحل. تشبع حياتنا أنها قصة في مزمور 90، حياتك في قصة. يقول إيه؟ أفنينا سنين كقصة. حياتنا زي العشب 3-4 أيام ويروح. أصلي من كل قلبي، اسمع الآية الصريحة، هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن يوم خلاص. خلي بالك، مش كنت أوعظ بيها غلط زمان وأقول هوذا اليوم يوم خلاص، لا، هوذا الآن مرتين الآن. اسمع كده، هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن يوم خلاص. يعني بعد ما تسمع البرنامج بثواني أنا ما أضمن لكش عمرك. هوذا الآن أفضل وقت للتوبة هو الآن. علشان كده الرسول بولس في الوعظة الشهيرة في أريوس باغوس في أثينا قال الله، اسمع اللي جاي، الآن. يعني الآن، يعني الآن وانت بتشاهد البرنامج في أي مكان، يمكن على اليوتيوب يمكن على التلفزيون مش مهم، بس الآن هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن يوم خلاص، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. أختم كلامي بسكران في حريق النار. على فكرة في بعض البلاد الاسكندنافية بيقصدوا أنهم يسكروا ويدخلوا الساونا علشان يموتوا من غير ما يحسوا، بس المنظر نفسه راجع جوني راح بيت جدته سكران والبيت ولع نار. انا مش بتكلم على جوني، بتكلم ناس كتير قال عنهم الرب يسوع المسيح في انجيل لوقا اصحاح 21، لئلا تثقل قلوبكم اسمع بخمار هذه الحياه. يعني ايه؟ يعني الحياه اللي احنا فيها خماره، بتخلي الناس سكرانه بالفلوس بالشغل بالميديا بالاخبار بالسياسه، سكران. طب يا عزيزي بعد الموت أين ستكون في الأبدية؟ يقول لك أنا الموضوع ده مش بفكر فيه، سكران. خلي بالك، خلي بالك، الواد سكران جوني واتحرق البيت صورة لكل سكران بعيد عن الله. ستحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، بس مش دي المشكلة. المشكلة طرحوا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني، زي ما عمل جيمس ميلتون. بعمل النهاردة وبقول لك تعالى، تعال صلي معايا وانت شايفني. كتير جدا حكول انه عملوا كده، وده بيشجعني كل مرة اركع وصلي. صلي وراي كده، يا رب يسوع، صلي وراي، يا رب يسوع انا سمعت كتير عنك، سمعت كتير عن صليبك وفدائك، لكن يا ما اجلت، وانا عارفة يا رب، وانا عارف ان السبب ان في خطايا انا محتفظ بيها. يا رب برمي خطاياي عند صليبك، برمي كل قاذوراتي يا رب، والأمور اللي بشتهيها برميها. أنت توبني يا رب، أنا مش قادر أكرهها بس عايز، كرهني فيها يا رب، ببدأ معاك حياة جديدة. يا رب سمعني الكلمة الغالية اللي نفسي أسمعها من سنين، مغفورة لك خطاياك. يا رب أنا برنم مع نزار فارس النهاردة، أطرق بابك بعد ضياع الكل، جملني جملني فقبحي قد ذهب حتى الأعماق. خليك راكع إلى ما تسمع الآن كلمة جميلة من المسيح.
بفرح شديد، بيقول لك مغفورة لي خطاياك. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. ارسل لينا اختبارك وما حدث معك من خلال هذه الحلقات. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة خلاص وبركة باستمرار.